بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كيف أتحدث عن عظمة الله والله جل وعلا هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأجل من كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولكن نقول ما يسر الله على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم عظمة الله إلا الله جل وعلا، ولكنه بين لنا ما يدل على عظمته بقدر ما تتسع له عقولنا، وإلا فإن عظمة الله لا يحاط بها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بما تدركه عقولنا من عظمته وجلاله وكبريائه، من أجل أن نجله ونعظمه ونعبده حق عبادته سبحانه وتعالى. وقد قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 3 الأصول: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن، فبهذا عرفنا شيئا من عظمة الله سبحانه من خلال آياته الكونية، الآيات الكونية من الليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته العظيمة وما بثه في هذا الكون من سماواته وأرضه وما فيهما من المخلوقات الهائلة، وما بثه في البر والبحر من المخلوقات المختلفة الأجناس التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف خلقها وأحاط بها ورزقها ودبرها سبحانه وتعالى، هذا مما يدل على عظمة الله جل وعلا. ومن مخلوقاته ما ذرأه في هذا الكون من البراري والبحار والجبال والأشجار والأنهار وغير ذلك مما لا تحيط به العقول،
ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويقول الآخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة ناطقات، لأن الله ليس له شريك. فإذا تأملت في هذا الكون، تدبرته، عرفت عظمة خالقه وحكمته ورحمته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أولم يتفكروا في خلق السماوات، أولم يتفكروا فيما خلق الله السماوات والأرض، وينظروا ماذا في السماوات والأرض. فالله جل وعلا أمرنا أن نتفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وأولو الألباب تفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا الكون العجيب باطلا ليس له نتيجة، بل إنه يدل على ما وراءه من ما أراده الله وما ينتهي إليه هذا الكون، فإن هذه الدنيا تنقضي ويعقبها يوم آخر وهو يوم القيامة الذي فيه الجزاء والحساب. فعلى العاقل أن يتفكر في خلق السماوات والأرض والبر والبحر، وكذلك يتفكر في آيات الله المقروءة المتلوة في القرآن الكريم، يعرف بذلك عظمة الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن وأنزله وجعله كتابا مشتملا على مصالح العباد ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن مذكر، كما قال تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فليس الغرض من حفظ القرآن وتلاوة القرآن مجرد التلاوة والتغني بالصوت، وإنما المقصود التدبر في آياته وأسراره وما تضمنه من العجائب الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا تعرف إلينا في هذا القرآن، ذكر لنا شيئا من أسمائه وصفاته لنعرفه بها ونعبده حق عبادته.
قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلا تمر على الآيات مرور المستعجل الذي يريد أن يختم القرآن كم مرة أو عددا من المرات بدون أن يتأمل ويتدبر ويستفيد ويخرج بنتيجة. فالقرآن لا يمل ولا يحاط بأسراره، ولكن كل يأخذ بقدر ما أعطاه الله من الفهم والإدراك، كل يستفيد، العامي والمتعلم والعالم كل يستفيد من هذا القرآن بحسب مقدرته وما أعطاه الله. ولكن الشأن في إصغار القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى، وهي أسماء كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولكنه ذكر لنا منها أسماء في القرآن، وأخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. من ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لما تشتمل عليه من التعريف بالله عز وجل. ففيها ثمان جمل تشتمل على نفي وإثبات، نفي الكمال تشتمل على نفي وإثبات، إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقائص والعيوب عنه. فقوله: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه جل وعلا، وما عداه فإن عبادته باطلة، من كل معبود من شجر أو حجر أو حي أو ميت أو جن أو إنس أو ملك أو نبي أو ولي أو حجر أو شجر، كل ما عبد من دونه فهو باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فلا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا هو. ففي هذا إبطال للشرك، وإبطال لكل ما عبد من دون الله عز وجل. هذه جملة عظيمة تقضي على الشرك وتثبت التوحيد، فهي تشتمل على نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو اشتملت على إثبات التوحيد لله ونفي الشرك والشريك عن الله سبحانه وتعالى. فكل من يعبد غير الله فإنه يسير في ضلال وفي هلاك، وعبادته باطلة
وتعب عليه وعذاب عليه، لأنه يعبد من لا يستحق العبادة ويترك من يستحقها وهو الله جل وعلا الحي القيوم. هذا إثبات الحي، أي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نوم ولا موت ولا زوال، حياته كاملة. المخلوقات فيها حياة، إما حياة حركة وإما حياة نمو، ولكنها حياة موهوبة من الله وحياة زائلة وتعتريها النقائص. أما حياة الله جل وعلا فإنها ذاتية لا بداية لها ولا نهاية، ولا يعتريها نقص أو عيب. القيوم أي الذي قام بنفسه واستغنى عن غيره وقامت به المخلوقات، أو قام بالمخلوقات بمعنى أنه أقامها وخلقها ورزقها ودبرها، فهو القائم على عباده سبحانه وتعالى، فهو الغني في ذاته المغني لغيره، وما سواه فهو فقير إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، هذا عام للملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء والجن والإنس، كلهم فقراء إلى الله. ولو كان عندهم أموال قارون أو الأموال الطائلة فإنهم فقراء إلى الله جل وعلا. فالله هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وعلى هذين الاسمين الحي القيوم جميع الأسماء والصفات، فالحي يشتمل على جميع صفات الذات من السمع والبصر والحياة والقدرة، والقيوم يشتمل على جميع صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فجميع الأسماء والصفات تدور على هذين الاسمين الحي القيوم، ولهذا قيل إن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، والنوم هو النوم المستغرق، والنوم والنعاس نقص، الذي ينعس أو ينام هذا نقص في حياته، حياة ناقصة يعتريها النوم، والنوم موت، هو الموتة الصغرى. النوم موتة صغرى، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، سمى الله النوم وفاة. فهذا نقص في حياة المخلوقات أنها يعتريها النوم والنعاس، أما الله جل وعلا فإنه لا يعتريه حياته نقص، لا نعاس ولا نوم. والله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما في الحديث الصحيح، فهو منزه عن النوم بل عن النعاس، وهو مبادئ النوم، وهو القائم على عباده سبحانه وتعالى. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، نفى عن نفسه النقص بعد إثبات الكمال له. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا، فكل ما في السماوات وما في الأرض فإنهم ملك الله وعبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. جميع المخلوقات
فإنها عباد لله جل وعلا، كلها مدبرة ومخلوقة، ناطقها وصامتها، جامدها ومتحركها، كلها ملك الله جل وعلا. ولا أحد يعارض يقول هذا الشيء ملكي. فالأملاك التي بأيدي الناس مؤقتة، وهي ممنوحة لهم من الله جل وعلا. وللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك الذي بيدك مستعار، عارية عندك، يؤخذ منك أو تؤخذ أنت منه وينتقل إلى غيرك. أما ملك الله جل وعلا فإنه ملك ثابت دائم، لا يتغير ولا ينقص، له ملك السماوات والأرض. أنت إذا ملكت مش تملك، تملك مزرعة ولا قصر ولا قطعة من الغنم أو من ملك صغير، والله جل وعلا يملك ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من عظمته سبحانه أنه لا أحد يتقدم للشفاعة عنده إلا بعد أن يأذن له، بخلاف ملوك الدنيا فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا، بل ولو لم يرضوا. أما الله جل وعلا فلعظمته لا أحد يشفع عنده، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، من عظمته سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهو تطلب منه الشفاعة لأنها ملكه. قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب الشفاعة من الله، تقول اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، تطلبها من الله ولا تطلبها من الميت أو من المخلوق. تقول اشفع لي عند الله، بل تطلبها من الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم مما مضى ويعلم ما خلفهم من المستقبل، فهو يعلم الماضي ويعلم المستقبل، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات سعة علم الله جل وعلا. وأعلم الناس وأعلم الخلق إذا علم شيئا فعلمه محدود وموهوب له من الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا. أما علم الله جل وعلا فإنه علم ذاتي وعلم محيط بكل شيء، وعلم لا بداية له ولا نهاية، هذا علم الله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المخلوق لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، لا الأنبياء ولا الملائكة، ولا الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي زدني علما. الله جل وعلا يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم كله لله، وما عند المخلوق فإنه علم يسير وهو من الله جل وعلا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا من عظمته جل وعلا. إذا كان هذا عظمة الكرسي، والكرسي موضع القدمين كما جاء في الحديث، كرسي وسع السماوات والأرض. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، سبعة دراهم ألقيت في ترس. الكرسي أوسع من السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. العرش أعظم من الكرسي، والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. فالعرش هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش. الرحمن على العرش استوى. فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض، والعرش يسع الكرسي، فما عظمة الله جل وعلا الذي هذه مخلوقاته؟ هذا يدل على عظمة الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. الله جل وعلا يحفظ السماوات والأرض، يحفظهما من الزوال ومن الخلل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن يعني نافية، ما أحد يمسكهما غير الله جل وعلا. إن أي ما أحد يمسكهن غير الله جل وعلا. فهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا يشق عليه ذلك ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكلفه حفظ السماوات والأرض. هذا يسير عليه سبحانه وتعالى، دل على عظمة الله جل وعلا. ولا يعوده حفظهما، حفظ السماوات والأرض. وقال في الآية الأخرى والسماوات مطويات بيمين، يوم القيامة تطوى السماوات السبع وتكون في يمين الرحمن، وتطوى الأرضون السبع وتكون في شماله، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. تطوى السماوات والأرض بيد الرحمن جل وعلا، السماوات الواسعة والأراضين كلها تطوى تكون بيد الله، كالخردلة في يد أحدنا، ولله المثل الأعلى. فما ظنكم بعظمة هذا الرب الذي يطوي السماوات اليمين والأراضين، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ختم الآية بقوله وهو العلي. العلي يعني المرتفع على عباده، المرتفع بذاته، المرتفع عليهم بقدره، المرتفع عليهم بقهره سبحانه وتعالى. فالعلو له ثلاثة معاني كلها ثابتة لله: علو الذات وهو القاهر فوق عباده في السماء سبحانه وتعالى، وعلو القهر فهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر فهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. ثم ختمها بالعظيم. إذا كانت هذه بعض صفاته المذكورة في هذه الآية العظيمة، فهو العظيم الذي لا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. فهذه الآية تعرفنا بعظمة الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة الإخلاص لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا أو انسب لنا ربك
قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذه السورة على اختصارها تعدل ثلث القرآن في الفضل والأجر، لأنها تشتمل على صفة الرحمن سبحانه وتعالى وتدل على عظمته. الله أحد من أسمائه الأحد المتوحد سبحانه وتعالى بالملك والمتوحد بالعظمة والمتوحد بالعبادة. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده بحوائجها، كل يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى من الذرة إلى المجرة كلهم يحتاجون إلى الله جل وعلا، فهو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده بحوائجها. لم يلد ولم يولد، لم يلد الله منزه عن الولد لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، والله جل وعلا لا شبيه له، ولأن الوالد يحتاج إلى الولد من المخلوقين والله غني عن خلقه فليس بحاجة إلى الولد، ليس بحاجة إلى الولد، والولد جزء من الوالد يشبهه والله جل وعلا لا شبيه له. ولهذا قال ردا على المشركين وجعلوا له من عباده جزءا أي ولدا، الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ليس له بداية سبحانه، ليس له بداية ولا نهاية جل وعلا، لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد، لا يشابهه أحد، هذا نفي للمماثلة، أن الله جل وعلا لا يشابهه أحد من مخلوقاته. وإن كانت في المخلوقات صفات لفظها مثل صفات الرب مثل اليد والوجه والرحمة والقدرة والسمع والبصر، المخلوقين فيهم صفات لهذه الأسماء، لكن صفات المخلوقين تليق بهم وعلى قدرهم، وصفات الخالق تليق به وعلى قدره جل وعلا. فهي وإن اشتركت مع أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ فإنها تختلف في الحقيقة والكيفية، ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المخلوق سميع بصير أيضا، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. ولم يكن له كفوا أحد أي لا أحد يكافيه ويماثله سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه السورة تدلك على عظمة الرب سبحانه وتعالى وتعرفك بربك وأنه كامل في أسمائه وصفاته، وأنه لا بداية له ولا نهاية، وأنه غني عن الولد منزه عن الولد. ففي هذا رد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن مريم، رد على اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، ورد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك جل وعلا. هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. وما دام قد عرفنا عظمة الله من خلال ما سمعنا ونسمع ونقرأ، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، ولا نشرك معه غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا
موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن نفرد الله جل وعلا بالعبادة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والاستعاذة والاستعانة والصلاة والزكاة والصوم وسائر العبادات والحج والعمرة، نفرده جل وعلا بعباداتنا القولية والفعلية والقلبية كلها نخلصها له سبحانه وتعالى، ولا نلتفت إلى غيره كما يفعل المشركون قديما وحديثا، الذين يلتفتون إلى غير الله ويتعلقون على غير الله من الأموات والأضرحة والقبور، ويدعونهم من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كذبوا على الله جل وعلا. فالله لم يأمر باتخاذ الشفعاء بينه وبين عباده، بل أمر عباده أن يعبدوه مباشرة وأن يدعوه مباشرة بدون وسائط، وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. فهذا ما توجبه معرفة عظمة الله جل وعلا، أننا نفرده بالعبادة وحده لا شريك له، ولا نلتفت بالعبادة إلى سواه أبدا من أي شيء كان، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء ولا من الأحياء والأموات ولا من الجن، بل لا نعبد إلا الله جل وعلا، لأنه هو المستحق للعبادة، وكل ما عداه فهو مخلوق وفقير إلى الله جل وعلا، ليس له من الأمر شيء. وكذلك إذا عرفنا ربنا جل وعلا فإن هذا يوجب علينا أن نذكره ونشكره ونحمده ونستغفره ونكثر من ذكره وتعظيمه وتسبيحه جل وعلا، نلهج دائما بذكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا ماشين وراكبين دائما وأبدا، وعلى فرشنا وفي جوف الليل وفي كل لحظة نستيقظ نذكر الله جل وعلا ونداوم على ذكره سبحانه وتعالى، لأننا عرفنا عظمته وجلاله وكبرياءه فإننا نعظمه وننزهه ونقدسه ونسبحه، نسبح له السماوات السبع ومن تسبح له السماوات السبع والأراضين وجميع الكائنات، تسبح لله جل وعلا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فكل شيء يسبح بحمد الله، من الناطقين والجمادات والأشجار والأحجار والجبال، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله، أما نحن فلا نسمع ولا ندري، ولكن الله، ولهذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن الله يعلم ذلك. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فبنو آدم أولى بذلك، أن يكثروا من تسبيح الله وتنزيهه وتعظيمه، لأن ذكر الله تحيا به القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، فالذي يذكر الله هذا حي، والذي لا يذكر الله هذا ميت، وإن كان يتحرك
ويأكل ويشرب، لكنه ميت موتا قلبيا أشد من موت البدن، أشد من موت البدن. هذه حياة معنوية وهي الحياة الصحيحة، ليست الحياة حياة البدن، هذه حياة بهيمية، لكن حياة القلب هي الحياة الحقيقية. ولكن الإنسان إذا جهل عظمة الله جل وعلا فإنه يتجرأ على ربه جل وعلا، وكان الكافر على ربه ظهيرا، يتجرأ على عظمة الله لأنه يجهل عظمة الله جل وعلا ويغفل عنها. فالمشرك حينما دعا غير الله وعبد غير الله هذا لم يقدر الله حق قدره. الله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره، فالمشرك ما قدر الله حق قدره، ولذلك سوى به غيره وعبده معه لأنه ما قدر الله حق قدره. وكذلك الذي يجحد أسماء الله وصفاته وينكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويؤولونها على غير معناها ويحرفونها، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، بل إنهم تنقصوا الله جل وعلا، يجحدوا أسماءه وصفاته، ما قدروا الله حق قدره، حرفوها عن معانيها، كما قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالذي يجحد أسماء الله وصفاته أو يفسرها بغير تفسيرها ويؤولها هذا ما قدر الله حق قدره. وكذلك الذي يظن أن الله يديل الباطل على الحق وأن الحق يزول ويذهب وأن الباطل يستمر هذا ما قدر الله حق قدره، فإن الله جل وعلا لا يليق بحكمته أن يرفع الباطل على الحق رفعا مستمرا، وإن حصل شيء على أهل الحق من الهزيمة أو من النكبة فإن هذا شيء موقف، فإذا تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله أعاد الله لهم العزة والكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالذي يظن إن الباطل يعلو على الحق ويستمر ويذهب الحق وينقطع ويبقى الباطل هذا ما قدر الله حق قدره، لأنه اتهم الله بالعجز أن ينصر الحق وأن ينصر أولياءه. لكن قد يحصل شيء على أهل الحق من النقص أو من الهزيمة أو من النكبة، إذا حصل منهم خلل فإذا أصلحوا خللهم عادت إليهم عزتهم وعاد إليهم مكانهم و الباطل يزول ويضمحل، وإن ارتفع فهو مثل الدخان يعلو ثم قليلا قليلا ثم يذهب، لكن الحق يبقى دائما وابدا، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، وهذا شيء معروف من سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون.
ولما تخلف المنافقون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يعتذرون إليه شغلتنا أموالنا وأهلنا استغفر لنا, يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قالوا الرسول, ما يقولون الرسول, يقولون محمد, محمد ومن معه راحوا ولهم راجعين, لأن الكفار سيتغلبون عليهم ونحن راجعين معهم نخشى من الهلاك. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظن السوء, ظنوا بالله ظن السوء. فالذي يظن إن الله يديل الكافرين على المؤمنين ويزول الإيمان ويزول الحق ويبقى الباطل, هذا ظن بالله ظن السوء. فهؤلاء لم يقدروا الله حق قدره. وكذلك الذي يجحد البعث والنشور, هذا لم يقدر الله حق قدره, لأنه وصف الله بالعبث وأنه خلق هذا الخلق عبثا لا نتيجة له. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون, فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالذي يجحد البعث والحساب والجنة والنار ويقول ما فيه إلا الحياة الدنيا, هذا ما قدر الله حق قدره بل وصفه بالعبث, لأن الله خلق هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الكون وهؤلاء الناس وأنهم ليس لهم مصير وليس لهم عاقبة, هذا عبث. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا, فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لو كان ما فيه جزاء ولا حساب صار والناس سواء المؤمن والكافر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهؤلاء لم يقدروا الله حق قدره, فلا بد من يوم كل يوقف على عمله, المحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بإساءته. وليست هذه الدنيا دار جزاء, الدنيا هذه دار عمل, وأما الجزاء فله دار أخرى وهي يوم القيامة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل دارا للعمل ولا حساب فيها, وجعل دارا للجزاء والحساب ولا عمل فيها وهي الدار الآخرة. هذه حكمة الله جل وعلا. وهذه الأعمال التي يعملها الناس من كفر وإيمان وشر وخير وطاعة ومعصية لا بد يكون لها جزاء عند الله سبحانه وتعالى, فلا يجعل المحسنين كالمسيئين ولا يجعل المحسنين كالمجرمين أبدا. هل لم يقدر الله حق قدره من زعم هذا الزعم الخبيث في حق الله جل وعلا. فهذه أمور مختصرة تذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى, وتذكر عظمة الله ليس هو المقصود لذاته وإنما هو مقصود لغيره وهو ما بعده. إذا تذكرت عظمة الله فماذا تعمل؟
تعمل بالطاعات والأعمال الصالحة والإكثار من ذكر الله والإكثار من فعل الخير، وتجتنب المعاصي والذنوب والسيئات. هذه فائدة